ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
لا يأكلون